أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا من الخارج يقول: عندي أخ لا يصلي ولا يصوم، فماذا أفعل معه وهو يسكن معي في بيت واحد؟ إما أن تخرج أنت وإما أن يخرجوا ولا تجتمعان في بيت واحد وهو لا يصوم ولا يصلي، هذا ليس بمسلم، فكيف تسكن معه؟ نعم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.